السلام عليكم. اليوم مع وصفة مطبخ دليلة ديزات، جيتكم بوصفة بطاطا كوشة بأجنحة الدجاج بنة. يا سلام، ابقوا معايا حتى آخر الفيديو، وما تنسوش تشجعوني بلايكات والبرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم حبيبات الغاليات، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم حبيبات الغاليات واش جبت لكم معايا؟ جبت لكم الطبق بطاطا كوشة بأجنحة الدجاج، يعني بنة يا سلام. واش نقولكم، حنديرو هنا تتبيلة تاعنا تاع أجنحة الدجاج. أنا غسلتهم مليح ومن بعد زدت لهم الخل، هكذا حكيتهم بالخل والملح، خليتهم هكاك شوية ومن بعد عاود شللتهم. أنا قسمتهم كل حبة هكذا يعني على زوج، كل أجنحة الدجاج نقسمها هكذا على زوج. هاي فوالا، نتوما ديروا على حساب يعني العائله تاعكم، وبنان وهايلين ولا اروع. شفتوا في الفروش نقول لكم هنا واش عندي؟ عندي في التتبيله تاعي حندير زوج مغارف تاع العشاء تاع الخل، بسم الله على بركه الله، وحده زوج. الخل واش يدير لنا في هذه التتبيله؟ يرطب لنا هذا الدجاج باش يطيب لنا يعني الطري، يجيكم بنين ولا الله. واش نقول لكم من يديكم. وهنا عندي 4 مغارف تاع العشاء تاع زيت المائده، ولا حبيتو ديروا زيت زيتون، وحده زوج ثلاثه اربعه. وهنا واش عندي التوابل؟ عندي هنا بودرة الثوم، شوية فلفل أسود، شوية تابل تاع الدجاج، الزنجبيل، كمون، كزبر بودرة، شوية برك تاع قرفة، ونص مغرفة تاع العشاء تاع فلفل عكري. أنا كاع درت هنايا نص نص مغرفة تاع مغرفة تاع لاتاي. واش لي درت هاد التوابل؟ غير القرفة شوية ناقصة باش ما تجيكمش قاصحة في البصمة تاعكم. وهنا نص مغرفة تاع العشاء تاع فلفل عكري. وانتوما يعني يرجع لكم التوابل كيفاش تمشيوهم، تحبوا ديروا غير رشه هايليك، فهمتوني؟ يعني يرجع لكم. انا ندير هنا الملح على حسب هذا الدجاج تاعي. ونزيد هنا نص مغرفه تاع العشاء تاع المونتار هكذا، ما ديروش بزاف سينو تجيكم قاصحه. نص مغرفه تاع العشاء، سمحوا لي ماشي تاع العشاء، تاع قهوه حليب، بس كاني نشوف في قدامي مغرفة تاع العشاء، سي بو سا قلت لكم مغرفة تاع العشاء، سمحوا لي. وهنا عندي نص مغرفة تاع العشاء تاع طماطيش تاع البواطا تاع العلب. هاد الطماطيش واش دير؟ تعطينا الاحمرار يعني يجيكم هايل. وهنا عندي قسم غرفة تاع العشاء تاني ماشي معمرة بزاف، ممسوحة تاع العسل، كي تعمروها ما تخليوهاش حتى تدفق لكم، عمروها غير شويه من بعد كي تشوفوها تمشي تعمر لكم هذيك المغرفه تاع العشاء. هذه هذو نحيهم في طريقي. ونزيد هنايا عندي قيس نص حبه قارص، هذا تالي يزيد يمد البنه والطراوه في هاد الجناحتين، بنان بزاف بزاف سوتو مع البطاطا تاع الكوشه. نعصرهم مليح مليح هكذا، ونحي هذاك العظم. ونخلط درنا كاع هذوك التوابل هكذا. دوكا كي راني نخلط فيه واحد الريحة لي راهي تطلع ما شاء الله. ولي حب تاني زيت الهريسة هذا يرجع ليكم، كاين يحبوهم حارين. وهنا دوك ندير هذوك أجنحة الدجاج تاعنا، أنا نتبلهم
فيل اليمونتير ونخليهم في الفريجيدير هكذا ربع ساعة نص ساعة. نخلط بيدي ما كاش كيما اليد هكذا. لي ما تكون ما تعجز يعني تقدروا تخلطوهم هكا الصباح يعني طيبوهم العشاء يتبلوا الظهر، وكاين تاني اللي يتبلوهم العشية يطيبوهم الفطور يجيكم تبلين يجيكم. واش نقولكم انا نخليهم غير ربع ساعة يكفي. هذا شوفوا ونحطهم في فريجيدير نص ربع ساعة فليتو ونولي ان شاء الله نعلكم. وهنا بعد ما خليتهم في فريجيدير اجنحة تاع الدجاج دوك نجوزو البطاطا تاعي. هنا عندي البطاطا راح نديرها في الكوشة ولا في الفرن مع اجنحة الدجاج. شوفوا كيفاش قطعتها هايليك تكون رقيقة هكذا باش طيب لكم بالخف. عندي هنايا قيس كيلو ورطب على حساب افراد العائلة تاعي. انا ولادي يحبوا البطاطا فوالا بسم الله. هنا واش عندنا؟ عندي اربعة فصوص تاع الثوم رابيدهم. عندي هكذا زوج غصان تاع لوتا ولا زعتره، زوج ورقات تاع الرند هامليك نقسمهم هكذا هامليك. وعندي قسم مغرفه تاع قهوه حليب تاع فلفل عكري شويه فلفل اسود والملح اللي نسحقوه لهاد البطاطا. راكم تعرفوا تملحوا كيما تملحوا لي فريت تاعكم هكذا تفهمنا. وعندنا هنايا قيس 3 مغارف تاع العشا تاع الزيت المعدة وحده زوج ثلاثة مغارف تاع العشا تاع الزيت نخلطهم مليح ولا بيدينا نستعمل يدي خير. انا نحب نستعمل يديا يعني دائما رانا نطيبو كي نطيبو سما نغسلوهم بزاف. وهاد اللتا ولا زعتره ندير له هكذا باش يجي يريح خير وخير هكذا باش نحي هاد الغصان نسحق غير هادوك الورقات يبنوا لي البطاطا والدجاج تاعو. يعني كي تطلع البخار تاع هاد التوابل اللي راهم في البطاطا يطلعوا مع هذا في الدجاج يعني يجنسوا هاد البناء تاعهم. هذا يمد لهذا هكذا غير بيد وحده كيما تقدروا ديروا هكا وتذوقوا تشوفوا ولا مخصوص الملح تقدروه. يعني كي يكون الملح شويه مخصوص ماشي مشكل وعاد كي يكون مالح. هكذا الغاليات تاعي نجيب البيراكس تاعي اللي نسحقو الفور مربع ولا دائري ولا مستطيل. انا هذا جبتو باسكو عالي شويه هنا في الاطراف تاعو عالي شويه هكذا. وهذاك الرند نحطو من التحت هكذا باش ما يتحرقليش ومن طول يزيد يتلقى ريحه اكثر واكثر. نسوي البطاطا تاعي هكا نسويها مليح هنا. دوك نجيب هذوك الاجنحه تاع الدجاج اللي تبلناهم فوالا خليناهم غير ربع ساعه في الفريجيدير. دوك نجيب هكا نستف هايليك يعني الله يبارك هاد الأجنحة اللي جبناهم عند يعني جابهم لي مولا بيتي الله يبارك كل واحد ما شاء الله كبار. من داك نجيبهم رقاق هاد الخضرا شوفوا الله يبارك نجي غير رجل تاع الدجاج.
وهنايا عندي كاس تاع الماء من الروبيني، نفرغو فوق هذاك وين درنا التوابل اللي درنا لاماريناد تاع هذا الدجاج، نخلط هذا يعني حنشللها في الطبسيل، ونعطو هذيك التتبيله غير عليها لي هنايا، ما حاش نرميها غير هكذا هكذا. نعاود نرجع، ما حاش نفرغ فوق هذاك الدجاجه، شوفوا كيفاش راني ندير هكذا بالمغرفه، يعني نروحو في البلايص اللي ما كانش هذاك الدجاج باش ما نشلوش، باش هذيك التتبيله تقعد في هذيك الدجاج، ومنطو هاد الماء الطقلي في هذيك البطاطا ما تحرقليش. نورمالمون راني لحقت لكم، كنت تفهموني واش راني نهضر. هاني الملح درناه من قبل ما نسحقوش، خلاص هايلك هكذا تكوتي. ونجيب هذا البابي كويسون شمختو وعصرتو هكذا، دوك نزيد له تاني بابي دالمينيو من الفوق. ونزيد نغطي هكذا بابي دالمينيو، ونديرو في الفرن على 180 درجة، نشعلو قبل من التحت، من بعد نحيلو هاد لكن شوف طاب كلش كي البطاطا كي هذاك الدجاج، نحيلو هاد البابي دالمينيوم والبابي كويسو، نشعلو غير من الفوق باش يحمرلي. نتلاقاو ان شاء الله حبيبات الغاليات. هاوليك حبيبات الغاليات الطبق تاعنا تاع اجنحة الدجاج، يعني درناه بالبطاطا كوشا بأجنحة الدجاج بنا، يا سلام واش نقولكم، من يديكم يا الفحلات. انا زدت درت معاه هذا الخبز هاوليك، وشنو هذا حنديره لكم، حنحطه لكم وحده الفيديو باسكو يجي بزاف طويل هاوليك. انا حنا ناكلوه يعني بهذا الطبق اللي حنديروه اللي درناه اليوم بطاطا، شوفوا كيفاش جاتنا، شوفوا زبده هايليك، شوفوا وأجنحة هادوك تاع الدجاج سخونة دوك اللي خرجتها. يما يما ها شوفوا راهي تفور، شهيدكم في الجنة. ها شتو كيفاش طايب زبدة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم شجعوني بلايكات، خليوا لي كومونتير شباب كيما نتوما، وديروا لي البارطاج، شجعوني جمجمولي جمجمولي يا حبيبه قلبي. دوك ندوق معاكم هنا بسم الله. مانيفيك مع هذيك البطاطا، شوفوا معايا بس نقرب لكم باش تشوفوا مليح، شوفوا هذيك لاصوص غير شويه هايليك مع هذاك الدجاج، يا سلام بدون كلام. بيد وحده راني نفيلمي ونوري لكم. بسم الله بسم الله، وهايلك هذيك البطاطا هايلك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.